السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم راح نشوفوا مع بعض روتيناتي اللي نعتمدها في يومي باش يفوت عليا نهاري ولا أسبوعي ولا شهري ولا يومياتي بصفة عامة تفوت منظمة. راح نفوتوا مباشرة للروتينات نتاعي. راح نبداو بالروتين اليومي، بعدها راح نهضروا على الروتين المسائي، روتين الأسبوعي وروتين الشهري وكذلك الروتين الموسمي، لانه يعني كل وقت كاين امور نديروها فيها. اول شيء راح نفوتوا على الروتين اليومي. اول حاجه باش يعني يفوت نهارنا يعني منظم، اكيد هذه الحاجه بديهيه وكل الناس يعني يعرفوها متداوله، هي انه نوضوا صباح بكري، يعني نوضوا باكرا، وحبذا لو يعني نوضوا عند وقت الاذان، خاصه يعني في الايام اللي يكون فيها الاذان في الشتاء مثلا يكون فيها اليوم قصير، من الاحسن نوضوا عند الفجر، يعني نصلوا الفرض تاعنا بعدها نبداو يومنا. اما في ايام طويله ولا ايام الصيف اللي يكون فيها الفجر يعني بعيد على بدايه الصباح ولا بدايه اليوم، اذا كانت عندك اشغال كبيره 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 فمن الاحسن تنوضي عند الفجر. وانا نعرف ناس ينوضوا عند الفجر لانهم عندهم اشغال بزاف، ولا اللي عندهم اسره كبيره، ولا اللي عندهم منزل كبير، من الاحسن يبداو من الفجر. اما اذا كان يعني ما عندكش مسؤوليات بزاف ولا، حاولي ترجعي بعدها راح تنوضي يعني الوقت اللي يناسبك واللي ما يخليش يومك يفوت مكركب ولا يضيع لك الوقت. اول حاجه نبداو بالروتين اليومي. كنت درت معكم عادات، يعني عادات يوميه تخلي يومنا منظم. من ضمن العادات اللي قلنا عليها انه اول حاجه نديروها في بدايه اليوم هي تنظيم السرير، لانه ياخذ حيز كبير من المنزل. هنايا اول حاجه نديرها صباح، اكيد كاين يعني قسمتهم لصباح وزوال ومساء. اول حاجه هنا فتح النوافذ وتهويه المنزل وتهويه الافرشه. يعني واش راح نديرو؟ اذا كنا ناويين ننشروا الفراش تاعنا، اول حاجه نفتحوا النوافذ وننشروا الفراش تاعنا. هنا كيما ننشروا الفراش راح تنقص الكركبه وتنقص الفوضى ويعود البيت ولا الغرفه تبان منظمه. اما اذا ما كنتيش ناويه تفتحي النوافذ ولا كان الجو يعني بارد ولا، تقدري مباشره يعني تفرشي السرير تاعك بعد ما تنفضيه. اكيد ثاني حاجة نديرها تشغيل الغسالة. يعني بالنسبة لهذا الروتين تقدري يعني من الأحسن تكتبيه انتيا في ورقة، لأنه الورقة راح تساعدك بزاف انك كيما تطلي على الروتين تاعك راح يعني تتحمسي أكثر الى ان تحفظيه، يعني في مخك كيما تحفظيه في مخك تعودي اوتوماتيكمون تخدمي بلا يعني ما تحتاجي للرجوع للورقه. وهذا الروتين بالنسبه للروتين انا يعني راح نعطيكم جانب، لكن انتوما راح تشوفوا اليومياتكم ولا اولوياتكم ولا روتيناتكم كيفاش، وتحاولوا تصلحوها على هذا البرنامج اللي هو يعني فيه اكيد فكره عامه في نفس الوقت فيه لمسه خاصه. هنا انتم ادوا النظره العامه. تشغيل الغساله يعني تكوني من الاحسن تكوني جهزتيها في الليل البارح ولا مع تنوضي، تفرزي الملابس البيضاء ولا السوداء الالوان، يعني على حساب النمط تاع الملابس تاعك، وتبداي تغسلي كيما يعني على حساب الملابس اللي عندك. ثاني حاجه يعني والحاجه اللي بعدها انك تحضري الفطور، اكيد لازمنا وجبه الفطور. هنا كي تحضري وجبه الفطور، كي تدخلي تبداي توجدي الفطور راح تخرجي تبداي توجدي الغداء نتاعك كيفاه. اذا عندك حاجه في كونجيلاتور تخرجيها، اذا نسيتي ما خرجتيهاش من البارح، اذا عندك عجين تبليه، اذا عندك كسره تبليها توجديها، اذا عندك حاجه ناقصه يعني تطلبي يعني واحد يجيبها لك، ولا تخرجي انت ولا يعني تستعدي انك تخرجي تجيبيها. يعني هنا تجهيز اولي، تجهزي تقرري وش هو الغداء نتاعك. اذا حاجه طيب على بكري تلوحيها في الكوكوت وتغلقي عليها، اذا حاجه تترنخ ترنخيها. المهم في هذا الموضوع يعني في هذا الاطار تروحي اذا كنتي هنايا فتحتي النوافذ بعد ما تكوني فطرتي، تروحي تخلي ولادك مثلا يفطروا يكملوا فطورهم، ولا ترتبي السرير يعني وتدخلي الفراش تاعك من النوافذ. بعدها يعني هذه الامور كي ديريهم اكيد راكي مع تحضير الغذاء، لانه الغداء يعني في الغالب ما يديش منا ساعات، يعني ما يديش منا الوقت، يعني ما يصلحش نكون مش ما يصلحش ما يعني ما يكفينا ما نروحوش نضيع وقت كبير في الغداء. يعني نقدروا نخلوه يطيب فوق النار ونخرجوا نديروا هذه الامور ونعاودوا نرجعوا لتجهيز الغداء نتاعنا وهكذا.
ترتيب السرير، مسح الأسطح من الغبار، تنظيف الحمام، تنظيف سريع، غسل الأوانيب يعني اللي كنا نطيبوا اللي نجهزوا بهم الغداء، وهنا مسح الأرضيات يعني كل غرفة تنظميها، ترتبي لها سريرها، تمسحي لها الأسطح نتاعها، تحاولي تمسحي الأرضية، هذا أكيد تنظيف يعني تنظيف سطحي. كي تكوني كملتي هذا اكيد راح تفوتي تتغداي اكيد بعد الغداء، يعني راح وقت الزوال. اذا كان يعني طولي ما تتغدايش بكري، حاولي ديري حاجه مثلا طي الملابس وترجعيها لمكانها. بعد ما تكوني تغديتي تغسلي الاواني، مسح الارضيه للمطبخ، نغسل يعني تسيقي الكوزينه، لانه المطبخ مع كما نعرفوا الغداء راح تتسخ اكثر من بقيه المنزل. نمسحوا الفرن نتاعنا، تحضير بعد تحضري القهوه العصر، اذا عندك هنا وقت طيبي مثلا كاطو ولا مثلا ملاوي ولا اي حاجه تحاولي تحضريها في هذا الوقت قبل ما تتقهوي، باش كي يوصل وقت العصر تكوني عندك حاجه تتقهوي بها. والا يعني ما اذا ما كنتيش يعني من الناس اللي يتقهوي، ولا اذا عندك موعد ولا خروج ولا تعبانه حبيتي ترتاحي في يعني في الزوال، في العاده هو وقت المناسب للخروج ولا للراحه ولا لهذه الامور. بعدها يجي المساء. في العشاء بالنسبه للعشاء كاين الناس يعني تحضر الغداء نتاعها والعشاء نتاعها في نفس الوقت، ولا يعني توجب كيما نقولوا يعني الغداء طيب كونتيتي كبيره بحيث انها تخلي للعشاء. هنا اذا كنتي يعني من هذا النوع راكي تهنيتي من العشاء، اما اذا كنتي مش من النوع هذا فاكيد يعني راح تحضري العشاء تاعك. بعدها راح يعني تنظفي الاواني نتاع العشاء، بعد ما تكوني تعشيتي تمسحي الحوض تلمعيه كما شفنا من قبل الروتينات تاعنا تاع مسح الحوض ضروري جدا. تجهزي الغسالة تاعك اذا كنتي من النوع اللي جهز الغسيل تاعو ليله من قبل، يعني تفرزي القش تحطي القش في الغساله يقعد الصباح خير تشعلي برك وتلقاي روحك باللي خلاص افونسيتي. تجهزي ايضا اليوم التالي مثلا اذا عندك دجاج ولا لحم تخرجيه، اذا عندك حبوب ترنخيها، يعني امور من هذا الجانب. يعني ايضا ترتيب العاب الاطفال اللي هي يعني من الاحسن انك تعودي اطفالك هما اللي يديروها على بها، ما تعمدش يعني نتعمد اني ما نكتبهاش، تحاولي تعودي اطفالك يلموا العابهم وحدهم، تقعدي مع اطفالك تلعبي معهم، وهذا الامور كامل تقدر تسرى وانت ديري في هذا الام في هذه الاشياء. يعني اذا راكي في المطبخ يقدر ولدك مثلا تروحي له ديري مثلا تجهزي شويه تعاودي تخرجي له، اذا راكي تمسحي في الارضيات راه قريب عليك تهضري معاه تلعبي معاه، يعني هذا من هذا الجانب يعني. وهنا العنايه الشخصيه بالنسبه للناس اللي يعتنوا بنفسهم شخصيه، كاينه عنايه ليليه وكاينه عنايه صباحيه، يعني كل وحده وكيفاش موالفه الدير. وكما قلت لكم هذا الروتين ماشي يعني قانون، ولا يقدر يتغير من أسرة لأسرة ولا من شخص لشخص على حساب الأولويات. هنا بالنسبة للروتين الأسبوعي والشهري أنا يعني كتبتهم هنا مع بعضهم، لأنه في العادة الروتين الأسبوعي داخل بشكل كبير يعني مع الروتين الشهري. هنا بالنسبة للأسبوع للروتين الأسبوعي أنا درته بالأيام، لكن هذه الأمور تقدري تغيريهم وتقدري تضيفي عليهم وتقدري تزيدي عليهم على حساب، ولا وتقدري تنقصي على حساب عدد الأسرة نتاعك، على حساب كما قلت لكم أولوياتكم وأمور هذه. نهار الأحد، بما أنه نهار الأحد هو بداية الأسبوع، تغيري فراش السرير والوسادات، تغسليهم يعني تنشريهم اذا يحبوا يتنشروا، اذا عندك سطح طلعيهم للسطح. نهار الاثنين، وهذا الامر هذا للروتين الاسبوعي، يعني تخصصي له وقت من النهار مثلا وقت الزوال ولا وقت صباح الباكر ولا في الليل، يعني الوقت اللي يناسبك سواء كنت عامله ولا قاعده في المنزل، تشوفي انت الوقت اللي يكون عندك فراغ فيه بحيث انك تخصصي، وهو في العاده ما يتجاوزش الساعه، يعني قدر اقل حتى من ساعه. نهار الاثنين تحاولي تخصصيه دائما تنظيف عميق للفرن والميكرووند، اكيد يعني كاين بزاف طرق لتنظيف الفرن والميكرووند، كنت شاركت معكم من قبل تنظيف الفرن، يعني تقدري تديري اي طريقه، يعني مهم تنظيف عميق للفرن والميكرووند. ثلاثاء تنظيف السجاد
تنظيف السجاد ونفض الغبار ومسح الغبار وتعطير يعني للسجاد، تنفضيها تعقميها تمسحيها إذا كنت تحبي تمسحيها، ولا إذا كنت مضطرة أنك تغسليها تغسليها. لكن تنظيف السجاد يعني خليته أنا الغسيل يعني العميق خليته للروتين الموسمي. نهار الأربعاء تنظيف عميق للأرضيات والحائط، يعني تسيقي تمسحي الحائط بالممسحة تاع الغبار، يعني ماشي شرط تغسليه بالماء، يعني تمسحيه تنحي الخيوط تاع العنكبوت، تسيقي مليح تريحي الدنيا بالسانيبون من هذه الأمور. نهار الخميس تحاولي تغسلي الملابس وتطويها، كما قلنا يعني تطي الملابس يجي مباشرة بعد غسيل الملابس بعد ما تنشف ديريكت نطبقوها نطوها، وتحاولي ترتبيها وتحاولي انك تفرزي ثاني اذا كان عندك يعني غسيل اسبوعي، تفرزي يعني تفرزي القش النظيف من المتسخ مثلا في غرف الاطفال كاين لي فيست وهذوك الامور ما يتغسلوش يوميا، هنا تفرزيهم الحاجه النظيفه تخليها والحاجه المتسخه تروح لمكانها. نهار الجمعه هنايا تقدري تخصصيه خاصه الناس اللي متعودين يعني يقضيو نهار الجمعه، تقدري تخصصيه لتنظيف الثلاجه، ولا بالسبت في العاده يعني كاين ثاني ناس يقضيو بالسبت بحكم انه يوم عطله، تنظفي الثلاجه والباقي يعني تحاولي تخصصي هذا اليوم لنفسك للاستحمام، تخرجي صلة الرحم، امور كيما هذه كل واحد وش يحب. نهار السبت تحاولي تكوي الملابس وترتبيها في الخزانه وتنظفي الاحذيه وتشمسيها، خاصه اللي عندهم اولاد يقرا ولا باش يعني نهار باش في الغد يعني تلقاوها واجده. هذا هو، وكما قلت لكم يعني هذه امور تقدروا تزيدوا عليها وتقدروا تنقصوا عليها على حساب مسؤولياتكم. بالنسبة للروتين الشهري، هنا الروتين الشهري كيفاه راح تخصصي بما انه مرتبط بالروتين الاسبوعي، راح تخصصي كل يوم ديري فيه حاجة تنظيف عميق، يعني كل يوم تحاولي هذا يعني حاجة من هذه الحوايج تحاولي انك ديريها في يوم من الايام، سواء انك تخصصي مثلا يوم الاحد ديري فيه حاجة ويوم الاثنين ديري فيه حاجة كيما الروتين الاسبوعي. لا هنايا راح يعني بما انه يعني مره واحده في الشهر يعني شهريا مثلا كل يوم احد مثلا ندير حاجه، ولا مثلا من الشهر يعني كل يوم احد ولا كل يوم اثنين، ولا يعني تخليها عشوائيا انت يعني انت والرغبه نتاعك. وهذه الامور في العاده كاين امور نغفلوا عليها، تنظيف تحت الحوض حاولي انك ديريه مره في الشهر، مسح مفاتيح النور بليلانجات ولا باي يعني منشفه ولا كيما الخلطه اللي درتها في الفيديو السابق تاع خلطه العملاق، بما انه مفاتيح النور تحكم بزاف الاوساخ وفي نفس الوقت تدخل فيها الحشرات، وحاولي يعني تمسحيها بشكل يعني شهري. مسح الأجهزة الكهرومنزلية مثلا العجانة العصارة تاع البرتقال، هذه الأمور يعني تحاولي أنك تخصصي لهم يوم في شهريا أو نصف شهري أو مثلا مرة كل أسبوعين. غسل منظمات الثلاجة وإكسسواراتها، تحاولي أنك ديري تنظيف عميق للإكسسوارات تاع الثلاجة ولا يعني العلب وهذوك الأمور. مسح النوافذ ولا الزجاج والمرايا بالخل، يعني تمسحيهم كامل في يوم واحد. تنظيف سطح البيت او البالكون او مدخل البيت او اي ولا كيما نقولوا حنا الحوش، يعني اي حاجه عندك من هذا النوع تحاولي تخصيها شهريا يوم تمسحيه فيه. غسيل العاب الاطفال تغسليه مره شهريا، ولا كيما قلت لكم هذا الاسبوع الشهري الروتين الشهري تقدري ديريه ثاني نصف شهريا، يعني كل 15 يوم يعني تحاولي ديري هذه الامور. تنظيف الخزانات تاع المطبخ والحمام، وثاني حاجه تمسحي فوق شهريا، تحاولي تمسحي فوق الخزانات تمسحي الغبار. بالنسبه للروتين الموسمي راح نذكرها لكم يعني كامور، يعني كان يعني رؤوس أقلام. تغسلي السجاد تاعك والبطانيات أكيد موسمي، يعني كل 3 شهور ولا 4 شهور ولا كل شهرين أنتية يعني والمسؤولية تاعك. وإذا كنت حابة هذه الأمور ديريهم شهريا وعندك الإمكانية وعندك الجهد وعندك الوقت، فيعني ديريهم على حساب أنتية نفسيتك ورغبتك في التنظيف. تنظيم المجمد، الناس اللي عندهم كونجيلاتور
ملابس الشتاء والصيف اكيد عندهم وقت يخرجوا فيهم، اكيد راح يتغسلوا يتشمسوا يتنظموا يطبقوا يتحددوا هذه الامور كامل يعني موسميا في الدخله تاع الشتاء والصيف. غسل الاواني تاع الاينوكس والالومنيوم نغسلوهم بالجاكس مليح نلمعوهم يعني تلميع. مسح الثرايا والستائر، الستائر نحاولوا كل شهر مثلا يعني من الاحسن شهريا، لكن تقدر يعني تزيدي فوق هكذا اذا كنتي في مناطق ما فيهاش بزاف الغبار. تنظيف عميق للغرف وللجدران كل 3 اشهر، يعني الناس اللي تحب تغسل الحيوط تغسل بالماء تحاول يعني كل 3 اشهر ولا يعني موسميا. مسح تحت السرير، تنحي المطلة تاعك تشمسيها تمسحي تحت السرير تاعك اذا كان مفتوح ولا مغلق يعني على حساب، تمسحيه مليح ولا تغسليه ولا تسيقيه ولا سا ديبون. تنظيف غسالة الملابس والاواني، الناس اللي عندهم لافيسال ولا غسالة الملابس كما قلنا كنت شاركت معكم من قبل طريقتي، كل شهر يعني تنظيف موسمي من الأحسن كل شهر أو أكثر يعني إذا كانت الغسالة تاعك يعني فيها رائحة. تنظيف ديكورات البيت وتغييرها، تحاولي كل مرة يعني تغيري ديكوراتك، تحاولي يعني تخصصي ديكورات شتوية ولا صيفية باش نفسيا تاعك يعني تتماشى مع هذا الديكور وتتبدل يعني وتعود نفسيتك أحسن وطاقة إيجابية. أكيد كما قلت لكم هذا الروتين أنا نديرو يتناسب معايا لأنه هذا الأمور اللي عندي يعني الامور هذه اللي تحتم عليا ان نديرها. انتم ممكن تكون عندكم يعني امور اكثر ولا اقل على حسب عدد الافراد الاسره، على حساب اسكو المراه عامله ولا لا. هنا بالنسبه للنساء العاملات يعني يقدروا يخصصوا وقت في الليل ولا في الصباح الباكر، لانه في الزوال في العاده يعني يكونوا عاملات، تقدري تخصصي ساعه في الصباح الباكر ولا ساعه في الليل